من دون ما يزيد عن 17 سنة، شفت جميع المحاولات اللي كانت باش يكون نهوض هذا القطاع هذا، فكانت دائما مع كامل الأسف يكون المصير ديالها الفشل. اللي بغيت نقول على التكوين، التكوين هو شيء أساسي ومهم ومؤكد. لأن علاش؟ لأن التكوين قبل ما كتبغي تسوق السيارة خاصك تدوز بيه، ولو تعرف تسوق إلا ما كانت عندك الرخصة كتلقى ما حاسس راسك راه غادي شي حاجة راه تضاعف هي المطلوبة ديالها. كذلك مثال الأمن الخاص. لكن المشكلة أيها السادة الكرام ماشي التكوين، كيفاش تقنع هاد لاجون باش يدير التكوين؟ لأن أي أجون كيقول لك كتقول لي مثلا خصك دير تكوين، كيقول واش حكي عطوني انا باش ندير التكوين. لا، التكوين كديرو راسك انت للسلامة ديالك، لأن أخطر مهنة هي حراسة الأمن الخاص، رجل هنا ورجل الحبس. تمام. أنا نقول لك واحد القضية، الحبس بالنسبة لاجون كيبقى فاتح ديبان هو أنت فراك، أنت منعت على وليد داز والحبس راه كيبقى مدخل ليك، علاش؟ خليت الضو شاعر، خليت الضو مين ديز، أنت لباس كهربائي اللي مسؤول ما يلبسش الدورة ديالو، التفقد ديالو، الراوند ديالو. هو أنت إذا بقى في المغرب باصاصي من السوالف ولا دير شي حاجة ولا شي باب ولا شي حاجة، واش أنت واش وقع؟ واش وقع حالات؟ واحد السوالف ديال المدير العام ديال الشركة ومشى صار باش يتوصي عطا ديك السكرتيرة ديالو راه جيب لي لقات لي باب قال لي راه عند فلان قال لي راه ما عرفش باصاصون سويسات مشى هو فرقعوا ذاك الباب وهذه مشات فيها جامعة الباب شحال كيسوى؟ كيسوى جوج مليون فرقعوا الباب خلصوا ذاك الدوسي شكون اللي خلص هذاك الباب؟ هو خلصته الشركة وبغيت كتطلع عليه هو في هذاك الساعة فالتكوين حاجة ملحة لكن كتعرف طريقة كيفاش نوصلوها لهاد الحارس هذا باش يقتنع بها، لان هي من في الخطوره بالفعل. وحنا الحمد لله دابا قسمنا المهام، الاخت المنى نجيب تكلفت بالمساله ديال التكوين، والجمعيه ديالنا ديال الاتحاد الوطني للحراسه الخاصين تكلفت بالدفاع عن هذا القطاع وما يعتني بالمشاكل. فالمشكله اللي بغينا نقولوا حنا خصنا نكونوا يدنا وشي اللي كمل العالم، لان المجتمع اللي كيكون مبني على التكامل احسن من المجتمع اللي مبني على التفاضل. التفاضل كتبقى بلاصتك، انا مهندس ماشي حساس ماشي ديال النظافه، اذا ما كانش ديال النظافه راه غتعيش في البكتيريا وغتموت وخا تكون مهندس، هذا كيكمل هذا. فاذا شفنا بهذا المنظور هذا راه حنا غنمشيو بعيد، والحمد لله كنشوف وجوه الخير. يعني هنا اللي قال في القاع هذا كيامنوا بالتغيير وكيظهر كيامنوا بان يكون ان شاء الله القطاع مسد، وحنا بغينا اللي كيزاول هذه المهنه هذه انه يكون عنده الشرف كيفتخر بها. ما يبقاش الشمال كيقول لك رايت ما القمر ما تقدر غادي تمشي تيلا. وكما تفضل الاستاذ الكريم والاستاذ الفاضل ان الاسعافات الاوليه من الاساسيات. علاش؟ بلا ما تكون اجون سيكيورتي في دارك ولدك صغير بلا شي حاجه خاصك كيفاش تخرجها ليه؟ واحد بلا عرسان خاصك كيفاش دير ليه؟ في الغرب كلهم كيعرفوا هاد المسائل. حنا كنفتقروا هاد الامر كذا حنا اللي كنشوف فيه. وهذه كتفكر ما كاينش ديال الادغال اللي كيشوفوا شي فريسه كتفلاس كيبغوا يشوفوا فيها بعض الناس كيدخلوا هذا هو اللي كاين.